السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني في الله. موضوع النهاردة موضوع مهم، لازم الكل يفهم. أنا مش عايز حد يعمل لي لايك أو يشترك على القناة، أنا عايز الكل يفهم معنى كلمة الربح من الإنترنت، لأن ده الهامش اللي خلى ناس كتيرة تربح من على الإنترنت عن طريق ناس كتيرة بتدور. يعني مثلا يخش واحد يدور ازاي يكسب من الانترنت وبيكسب غيره وهو ما دورش ولا عرف يكسب. يعني اللي بيدور بيخسر واللي بيشرح بيكسب. دلوقتي معنى كلمة الربح مع الانترنت يعني ايه؟ يعني انا اول ما اخش على سايت واحد حطه على اليوتيوب وشرحه، انا مش هخش اكسب؟ هخش اكسب على طول. بتلاقي طبعا اعلانات مغرية، $100 كل ساعة، $50 كل ساعة، $200 في اليوم، 500، مبالغ رهيبة. وأساسا اللي شرح الفيديو ده ما كسبش المبالغ دي ولا عرف يعمل حاجة، ممكن إلا من رحم ربي. لكن مش الكل، الكل طبعا بيطمع إن مثلا يشوف واحد عمل فيديو إزاي تكسب فلوس، يجي يخش عليه 100,000 متفرج هو اللي كسب الفلوس بشرح، هو شرحه بس ما كسبش منه، هو كسب من اللي بيسمع منه. وطبعا اللي بيدور هو اللي بيكسب. هنقول مثلا مثال صغير، مواقع كتيرة انا بشوفها على اليوتيوب، اللي بيخش يعمل كليك بانك اللي هو تسويق الكتروني، حاجات بتسوقها، واللي بيخش يعمل على موقع مش عارف ايه وازاي تسجل وبيعمل لك الشرح، وانت طبعا بتتفرج وتبقى هتعمل زيه وبتعمل زيه، وتيجي وقت الجد مش عارف تعمل حاجة. يعني تخش على الموقع تقول ازاي، طب هو طبعا هيقول لك انا سجلت، لكن هل حد في اي فيديو قال لك انا كسبت؟ مع احترامي طبعا لاي صاحب قناة، في حد كسب من اللي بيشرح؟ عمره ما هيقول لك، لان هو اقتبس الفيديو دوت من اي حد، من على مواقع أجنبية ولا يوتيوب أجنبي اقتبسه وقال لك يلا عشان الناس عادة تربح فلوس أو أشرح لها. طبعا أنا مش هقولك إن كل المواقع ما بتكسبش، لا بتكسب، بس مش معنى المكسب أنت هتخش تكسب جاهز الفلوس، لا طبعا. المعنى أنت تخش الموقع اللي هو بيحكي لك عليه ده تشتغل، زي موقع فريلانسر، زي موقع فايفر، زي خمسات بالعربي، مواقع كتيرة، مواقع تخش تشتغل فقط لا غير. وطبعا يا جماعة يعني ايه اخش اشتغل؟ يعني ايه موقع فريلانسر؟ يعني هعمل ايه انا في فريلانسر مثلا؟ فريلانسر ده انت بتخدم مقابل مال. يعني لو انت بتلاقي طلبات، ايه هي الطلبات؟ واحد عايز يترجم، هل انت معاك لغات او تعرف تترجم؟ معاك لغة تترجمها من انجليزي لالماني، من الماني لانجليزي، من انجليزي لروسي، من روسي لانجليزي، من عربي لالماني، وهكذا لغات. اللغة اللي انت كويس فيها تفضل ترجم عشان تاخد مقابل ترجمتك مال. هي كده تشتغل في الموقع، بتعمل لك اكاونت بتسجل فيه، وبعدين حضرتك بتجني المال عن طريق شغلك. عرقت واشتغلت، بس الشغل حضرتك هتشتغله بدل مثلا ما هنقول ان انت بتشتغل بره وبتروح بتصحى من النجمة، لا انت قاعد على الكمبيوتر بتاعك، بتخش على الموقع بتشوف ايه طلبات النهاردة، الطلبات دي حضرتك بقى انت طبعا بتكتب، هو يعني مواهبك، ما في واحد ممكن يدور عليك في المواقع دي اللي انت بتسجل فيها. يعني دلوقتي واحد عايز يترجم ومستعجل، بيقوم بيخش على لستة الناس اللي هي بتشتغل في الموقع، دخل على فلان، انا مثلا اسمي وليد، كاتب هوايتي اللغات، او مثلا موهبتي ان انا بترجم، او عندي شهادة لغات، او مثلا بعمل انتروز، بعمل مثلا بروجرامز، بعمل 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 بعمل. هو بقى بيقول لي ممكن لو سمحت بعت رسالة اذا انا اونلاين، ممكن تترجم لي اللغة ديت من كذا وكذا، وانا هديك على مقابل ذلك $5 مثلا، زي موقع فريلانسر او خمسات مثلا او ايش يكن. هنا انا صحيح كده اشتغلت، انا كده خدت فلوس، لكن ما يجيش واحد على اليوتيوب لقى له موقع اجنبي يقول لك اول ما تخش ومش عارف فيه هتاخد فلوس. ازاي ما خدتش انت ليه؟ ما شرحت لناش مكسبك، ما ورتناش مثلا البلانس بتاعك، ما ورتناش ليه مثلا رصيدك على الموقع ده، فين فلوسك؟ انت بس بتشرح
وغيرك بيكسبك انه يتفرج عليك. انا اسف لاي صاحب اي موقع اي اكونت على اليوتيوب، دي الحقيقه والله يا جماعه. يعني كتير ممكن تربح من على الانترنت عن طريق حاجات كتيره جدا هشرحها دلوقتي، بس انا مش بقول لك اتفرج عليا عشان تكسبني، انا بقول لك فوق او افهم يعني ايه كلمه ربح من على الانترنت. ربح من على الانترنت يعني انت المفروض تشتغل على موقع ما، وعشان تشتغل على موقع ما ده حوار تاني، هرجع لكم تاني ونرجع تاني. فيا جماعة موضوع الربح من على الانترنت مش ان انا هخش اسجل في موقع بعديها بساعة هلاقي مثلا في $100 مستنياني، زي مثلا موقع البيونير. موقع البيونير انا بلاقي ناس كتير عامله يوتيوب عنه ان اول ما تسجل هتاخد $25. لا طب مش كده خالص، الموقع بيقول حضرتك اشترك واعمل شغل، يعني استقبل فلوس وادعي حد من اصدقائك يشترك ويوصل الليمت بتاعه $1000 عشان حضرتك تبدأ تاخد $25 اللي هم عاملينها لك الليمت بتاعك. طبعا يعني انا عايز اكسب من على الانترنت حلول كتيرة، احنا ركزنا مع بعض هقول لك. صلي على النبي. اول حاجة انا مثلا عايز اكسب او عايز اشتغل على الانترنت واقعد كده وقتي كله فلوس. موقع فريلانسر، انت بتقدم خدمات وبتاخد عليها فلوس. الخدمات دي عبارة عن حاجات مخصصة، انا مش هقول لك طبعا اي حد يكسب منه، لا مش اي حد طبعا. اللي يقول لك اي حد ده بقى بيبالغ قوي. مش اي حد يكسب من الموقع فريلانسر فلوس، اي موقع لازم يكون الهدف المعين اللي انت حضرتك داخل عليه هو اللي هيكسبك فلوس. يعني ترجمة، برمجة، ادارة مواقع، خدمات زي مثلا واحد عايز يكتب الواجب بتاعه، حاجات كده غريبة بس برضو حاجات معينة. ممكن حضرتك مالكش في أي حاجة من الخدمات المطلوبة دي، يبقى أنت هتعمل إيه؟ في حلول تانية إزاي تكسب من على الإنترنت. خمسات أو الفايفر أو الحاجات دي كلها بتطلب خدمات معينة، فحضرتك لازم تكون مؤهل لأي خدمة من الخدمات دي. هنا تربح فلوس من المواقع اللي الناس كلها بتشهرها على اليوتيوب. حاجة تانية، ازاي اربح او اكسب من على اليوتيوب او على الفيسبوك او على الانستجرام او ايش يكون، الحاجات اللي هي مترصصة جنب بعضها دي وبتجيب فلوس بالفعل. مثلا الفيسبوك، يبقى انا لازم اكون عندي موضوع او موضوعين بحطهم على الفيسبوك يكسبوني فلوس. طبعا ازاي يكسبوني فلوس؟ ان انا ممكن مثلا انا عايز الفيسبوك بتاعي يكون فيه 10,000 مشترك، دي اول حاجة عشان تبدأ ربحك. زي مثلا اليوتيوب بيقول لك اوصل ل1000 مشترك و4,000 ساعة عشان يبدأ ربحك، يبدأ مش تربح، يبدأ الربح بتاعك في العد بقى. طب انا اعمل ايه عشان اكسب فلوس من على الفيسبوك؟ هقول لك. انت حضرتك عملت صفحة باسمك، عملت صفحة باسم حاجة كده انت عملته، ومثلا بتشوف ايه اللي تقدر تعمله، يعني تنشئ محتويات على الفيسبوك تكون خاصة بيك. حضرتك اللي هتنشئ المحتويات دي، هنقول مثلا انت متفق مع ناس بتصنع منتجات، اتفقت مع محلات كبيرة بس ما عندهاش سايت على الانترنت، اتفقت مع حاجات يعني شغل كتير، شغل بتبيعه على الفيسبوك. انت اللي بتروح تصور المنتجات دي بايدك وانت بتنزلها على الفيسبوك على الصفحة بتاعتك، وبتكتب معلوماتها وبتكتب الاسعار وبتكتب رقم تليفونك، يا اما رقم تليفون الشخص اللي انت اتفقت معاه ان انت هتسوق له منتجاته. النظام التسويق الالكتروني انت بتعمله على صفحة خاصة في الفيسبوك، وبتبدأ بقى ايه بتنشر الصفحة دي في كل حتة، بتدفع لها فلوس 100 جنيه مثلا عشان الصفحة دي تنتشر في جزء من الجمهورية مثلا،
وبتلاقي بقى اللي بيعمل لايك، اللي بيبقى شايف طول ما الشخص اللي بيقعد على الانترنت، اللي بيبحث على المنتجات واللي بيعمل حاجات، طول ما هو شايف صفحتك دايما بتنزل منتجات هو معجب بيها حتى لو مش بيشتري، هتلاقيه بيعمل لها شير لوحده، وده الشير راحت لصاحبه، صاحبه عمل شير لصاحب صاحبه، وهكذا سلسلة عمالة تمشي. بدأت كده ان انت كده خليت صفحة الفيسبوك بتاعتك انشأت منتج انت بتبيعه او منتجين، وبقى على هذا الاساس صفحتك بقت بتبيع منتجات معينة حضرتك بتعمل لها تسويق، وكبرت صفحتك، كبرت صفحتك وعملت شغل مع اللي انت اتفقت معاه، منها صفحتك بقت تجيب لك فلوس، ومنها ان انت ممكن تتفق مع التاجر اللي انت اتفقت معاه تاخد عمولة على الشغل، وسلسلة دايرة. نيجي نتكلم على اليوتيوب، اليوتيوب ده قصة تانية، حاجة يعني قصة تانية خالص. لسه بتكلم بقول لك اللي بيعمل بس اعلان ان في فلوس تعال خش اربحها، كلنا بنخش نتفرج، طب فين الفلوس دي؟ ازاي اكسبها؟ محدش عنده خلفية، لازم اخش على الموقع واعمل تسجيل وابحث بقى وادور واترجم واعمل. اول حاجة في المواقع اللي زي دي يا اخواني، والله العظيم انا بتكلم بصدق، المواقع اللي زي دي لازم تكون عندك اتقان في اللغة الانجليزية، لان مفيش مواقع زي دي هقول لك ان انت تكسب. عفوا، هتلاقي مواقع زي دي عربي، مستحيل، المواقع دي كلها لغات، يا الماني يا انجليزي، انجليزي هي رقم واحد، انجليزي. عندك خلفية في الانجليزي، خش على المواقع اللي الناس بتشيرها دي، سجل فيها وشوف طلباتهم واعمل طلباتهم، بس في النهاية هتشتغل، مش ان انت اول ما تسجل هتربح ال $100 او ال $200. فاليوتيوب موضوع تاني خالص، اليوتيوب ده حضرتك انت ممكن تعمل محتوى خاص بيك، تبدأ مثلا تنزل فيديوهات خاصة فيك انت اللي عملتها، فيديوهات عن قصص الانبياء، فيديوهات دينية، فيديوهات مش عارف، طبعا بلاش الاغاني والموسيقى والحاجات دي عشان ما تبقاش تقع في مشاكل حقوق النشر والطبع والحاجات ديت، ابعد عنها. عندك موهبة ان انت ممكن تترجم، او عفوا ممكن تعلم حاجة على الانترنت، علمها على الانترنت، ابدأ علم الناس على حاجة موهبة عندك ممكن تعلمها. بتعرف تعلم الناس لغات، علمهم انجليزي، بتعرف تعمل برنامج، علم الناس تصنع البرنامج ازاي، بتعرف بتبدأ تعمل فيديو ان انت بتعلم الناس الموهبة اللي عندك. لكن اليوتيوب ده قصة، انا موضوعي يا جماعة ازاي او ايه معنى كلمة ربح من عن طريق الانترنت. المواقع اللي تنشئها دي، انا زي ما قلت قبل كده في السابق يا جماعه، المواقع دي مش اول ما تخش تعمل تسجيل في الموقع يبقى انت كسبت تاني يوم فلوس، لا خالص، الموقع ده هو الموقع اللي انت تشتغل، كليك بانك وفايفر ويعني كل المواقع دي انت بتخش حضرتك بتشتغل، مطلوب تسويق هتخش تسوق، مطلوب ترجمه هتخش تترجم، مطلوب برمجه هتخش تعمل برنامج، مطلوب انتروس هتخش تصنع فيديو، هي كده. فعشان مش اي حد يقول لك الربح بتخش تتفرج على طول، ثق بالله انت بتفيد ومش بتفيد نفسك. انا عن نفسي انا بنصح، ومش عايز اقول لك الربح انا وضحته، الربح يا جماعه تصنع صفحه فيسبوك، من يعني انت عندك اكونت على الفيسبوك، عملت لك صفحه، اجعل الصفحه دي مخصصه للتجاره الالكترونيه، جمع شله، اعمل جروب لنفسك، وابدا مثلا شوف منتجات ناس بتبيعها في منطقتك، ابدأ سلمات، خلي الصفحة تبقى للتجارة الإلكترونية، أو مثلا لنصايح، عملت نصايح، حكم، خليتها حكمة اليوم، خليتها صفحة، ممكن حكمة اليوم دي لو عايز تبقى على اليوتيوب تنطقها تقولها بلسانك، تصنع فيديو بثلاث أربع حكمات وتبدأ تنزل فيديوهات. فموضوع يا جماعة كلمة الربح من على الإنترنت، مش إن أنا داخل أول ما أعمل ريجستريشن مثلا أو أعمل تسجيل دخول او عملت مثلا عفوا على ايش يكون خلاص انا كده كسبت فلوس، لا، انت لازم تخش تشتغل، اشتغلت هتعمل فلوس، ما اشتغلتش انت بقى كده انت عملت حساب في الموقع بلا فائده. واهم حاجه، حاجه مهمه، اول حاجه واهم حاجه، ان انت لازم يكون حضرتك معاك لغه انجليزيه وتفهمها بدقه. الترجمه هتفيدك بس مش هتفيدك بكل حاجه، فهي دي موضوع كلمة ربح من على الإنترنت. مواقع أنت بتسمع عنها ديت من زمان موجودة،
لكن انتشرت مع انتشار التكنولوجيا بقى، والكل بقى عنده كمبيوتر، والكل بقى عنده تليفون يقدر يخش يتفرج. فبالصدفة لقى كلمة اربح من على الانت عن طريق الانترنت، دخل اتفرج مش عارف ايه، وتلاقي الفيديوهات ديت عليها ملايين المشاهدة. لكن هل الملايين المشاهدة ديت هل 10% منهم جابوا فلوس؟ انا مش هحلف، بس انا بقول لك ثقة. لا انا عارف، بقول لك لا. شوف الكومنتات بتاعت الفيديوهات، حضرتك انت ما شرحتش ازاي ناخد فلوس، ازاي؟ هتلاقي الكومنتات محدش قال انا دخلت عملت فلوس، الا 10% زي ما قلت، الا من رحم ربي. واتمنى ما اكونش طولت عليكم، وانا اسف، وان عجبك موضوعي، ان عجبك بس تكريما بس بكومنت، مش عايز لايك، عايز اعرف اذا انا صح ولا غلط. انا عايز اقول حاجة برضو عشان يبقى واضحين، في بعض الناس بتوضح كويس جدا ازاي تستخدم مواقع الشغل على الانترنت زي فريلانسر والمواقع اللي انا قلت عليها دي، بتوضح ازاي. وطبعا مش عيب ان انا اتعلم ازاي اشتغل على فريلانسر، لان فريلانسر عايز تعليم، عايز اعرف. انت بتخش على المواقع دي بتدي الخدمات، انت ممكن تعمل ايه؟ هتلاقي واحد بعت لك رسالة، انا عايز منك تترجم، انا عايزك تصنع لي فيديو، انا عايزك تدير حسابي او صفحتي على الفيسبوك. فطبعا يا جماعة موضوع الربح بالطريقة دي، طبعا ما تستعجلش، ما تزقش نفسك بسرعة. في حاجة كمان انا اتكلمت عليها على موضوع البايونير، 25 دولار دول انا عايز بس اوضح كويس يعني ايه 25 دولار. زي ما قلت ان انت لو حد من صحابك دخل على الموقع ده واشترك وبدأ يتعامل ويجي له فلوس، في ليميت معين، ان وصل له حضرتك بتاخد 25 دولار، ده غير اي ربح بعد كده او اي فلوس صاحبك بيدخلها، انت بتاخد نسبة من الفلوس دي، مش منه، من الموقع. فانا كده يعتبر خلصت، اتمنى ما اكونش ان انا عملت ازعاج لحد، او فيديو دوت ما يزعلش حد مني. حضرتك لو عايز تعرف ازاي تعمل فلوس او ازاي تشتغل على الانترنت، انا ممكن اقول لك في فيديو تاني، ده لو ده عجب حضرتك او ممكن يكون في مصداقية في كلامي، هعلمك تعمل ازاي، تشتغل ازاي على الفيسبوك، على مواقع بعيدة عن يوتيوب، على المواقع الفيسبوك الانستجرام والى اخره، المواقع اللي فيها سوشيال ميديا، لان هي السوشيال ميديا هي اللي بتشغل، انت بتشهر شغلك وكده. وحاجه بسيطه يعني، ربنا يقدر الجميع ويقدرني ان شاء الله على مساعدة الكل. ولو عجبك الفيديو زي ما قلت لك كومنت، بس كومنت. ولو عايز شرح ازاي تشتغل على الانترنت اديني في الكومنت، وانا صدق بالله هعمل لكم فيديو كامل واحد، ازاي تشتغل على الانترنت وتعمل ايه عشان تجيب فلوس من جهتين، من الانترنت وعمولات خارجية. وده اخر الفيديو، وانا اسف على الاطالة، وربنا يعين الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو تفاعل معنا بلايك وشير، اشترك معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس عشان تلاقي كل جديد معنا. شكرا.